أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتنا عن المايكرو سيرفيسز. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكونتينرز، اتكلمنا عن الفرق بينها وبين الفيرتشوال ماشينز. الحلقة دي هنتكلم على الكونتينرز سبيسيفيكلي، عن دوكر ديسكتوب ازاي نعمل له سيت اب، وايه أهمية الكونتينرز ودوكر للسوفت وير ديفلوبر. تعالوا نبدأ أول خطوة، وهي ازاي نعمل سيت اب لدوكر ديسكتوب. اول حاجه لازم نبقى عارفين ان دوكر ديسكتوب بيشتغل على الويندوز وعلى الماك وعلى لينكس. الريكويرمنتس بتاعت الويندوز بتتطلب ان انت يكون عندك هايبر في، وهايبر في نفسه ليه شويه ريكويرمنتس. احنا بندخل على السايت ده docker.com get started علشان نداونلود دوكر. هنلاقي فيه اوبشن اسمه دوكر ديسكتوب، وهنلاقي الاوبشنز المختلفه بتاعت الداونلود. احنا هنكليك على داونلود فور ويندوز. وانس ان الريكويرمنتس بتاعتك available، السيت اب بتاع دوكر هو عباره عن سيت اب الى حد كبير سهل. هنسيت اب الابلكيشن. بعد ما سطبنا الابلكيشن، لو بصيت على التاسك بار بتاعي هلاقي الايكون بتاعه الدوكر ديسكتوب از راننج. لما هراي كليك عليها هقول له سيتنجز. دي السيتنجز بتاعه الدوكر. زي ما انتم شايفين في شويه جنرال سيتنجز بتقول لي امتى يستارت الدوكر ديسكتوب مع الويندوز ولا لا، اوتوماتيكلي تشيك فور ابديتس. وبعد كده هتلاقي شيرد درايفز، ايه الدرايفز اللي انا بسمح لدوكر ان هو يستخدمها. وبعدين لو رحت على الادفانسد، دي حته من الحتت المهمه اللي بتفهمنا هو واخد قد ايه من الريسورسز بتاعه الجهاز. فمثلا هنا انا مديله 2 سي بي يو كورز، ومديله 4 جيجا ميموري، وسواب للميموري 1 جيجا. وهنا المكان اللي بيستور فيه الايمجز، وهنا الديسك ايمج ماكسيمم سايز مش هياخد اكتر من 60 جيجا بايت. طيب، وزي ما انتم شايفين هنا في ستيتس كده اسمه دوكر از راننج. وانس ان انا بس الستيتس بتاع دوكر از راننج ديت بقت خضراء زي ما احنا شايفين كده، هقدر اكسس دوكر عن طريق الكوماند لاين. فلو فتحت ويندوز تيرمينال هنا وقلت له دوكر مثلا فيرجن، الكوماند ده بيتشيك ان دوكر هو خدوا بالك ان هو كلاينت وسيرفر. فهو هنا بيديني الكلاينت، الفيرجن بتاع الكلاينت اللي راننج عندي. الكلاينت ده بيكونكت على السيرفر، السيرفر ده راننج على فيرتشوال ماشين، لينكس فيرتشوال ماشين شغاله على هايبر في بتاعت الويندوز. ده اللي بيخلي دوكر يقدر يرن كونتينرز على لينكس جوه الويندوز. فانا هنا ده كده اتاكدت ان الدوكر متسطب بطريقه مظبوطه، الكلاينت شغال وقادر يكونكت على السيرفر، وجاب لي الفيرجن بتاعه الاثنين والاديشن بتاعتهم الاثنين كوميونتي اللي هي الفري اديشن. شويه كوماندز ثانيه ممكن استخدمها. لو انا قلت له دوكر ايمجز هيجيب لي ليست من الايمجز الانستولد عندي، دي كلها ايمجز انا عملت لها داونلود. لو انا لسه مسطب دوكر هلاقي الليسته دي فاضيه. لو جيت قلت له دوكر بي اس، ده كوماند تاني بيخليه يقول لي ايه لسته الكونتينرز اللي كارنتلي راننج، وهنا شايفين الليسته فاضيه. ده معناه ان انا مداونلود كل الايمجز ديت على الستورج بتاعي، بس مش مرن ولا كونتينر منهم. طيب تعالوا ندخل على الجزئية الثانية من الفيديو، وهو ايه فايدة دوكر للسوفت وير ديفلوبر. هو في الحقيقة في فايدتين مهمين جدا لدوكر او الكونتينرز عموما. اول فايدة هي ازاي انا اقدر استخدم كونتينرز علشان تعمل لي بيلد لاي بروجرامينج لانجوج انا عايز استخدمها. ونفرض ان انا شغال ASP.NET، عملت بروجكت ASP.NET، اقدر اداونلود كونتينر يعمل لي بيلد للكود بتاع البروجكت دوت من غير ما اسطب دوت نت فريم ورك على الماشين بتاعتي او الفيجوال ستوديو على الماشين بتاعتي. خليني مثلا مثال تاني، ان انا شغال على دوت نت 3.1 ونزل دوت نت 5 ونزلت بروجكت محتاج دوت نت 5، بدل ما انا هداونلود الدوت نت واسطبه على الويندوز بتاعي على الاوبريتنج سيستم بتاعي، واحد من الاوبشنز اللي المتاحه هي ان انا ابيلد البروجكت ده عن طريق كونتينر. وبالتالي لو انا عايز اعمل بيلد بستعمل بروجرامينج لانجويجز كتير بفيرجنز مختلفه، بدل ما يبقى عندي دايما
الاوبريتنج سيستم بتاعي مشغول باني بداونلود عليه حاجات كتير، اس دي كيز، لانجويجز، اي دي ايز. بدل ما داونلود كل الحاجات دي واسطبها على الماشين بتاعتي، انا بداونلود الكونتينرز، بعمل الحاجه اللي انا عاوزها، بعدين بستوب الكونتينر ده او بعمل له ديليت. الفايده التانية اللي هنتكلم عليها برضو بعدها على طول، وهي اني بما اني بقيت بستعمل الكونتينر علشان ابيلد الابلكيشن بتاعتي، ليه كمان ما احولش الابلكيشن بتاعتي لكونتينر واعمل لها باكجينج از ا كونتينر؟ ده بيخليني بدل ما لما اجي ابعت ابلش الابلكيشن بتاعتي عايز اعمل لها ديبلوي على سيرفر، بدل ما ادي السيرفر ادمن فولدر كده او زيب فايل جواه الفولدر بتاع الابلكيشن، وبعدين اوصف له انا عايزك تخلي الابلكيشن ديت محتاجه الحاجات الفلانيه راننج على السيرفر، عايز الابلكيشن ديت تتعمل لها الكونفيجريشن بالشكل الفلاني، ظبط الكونكشن سترينج بالشكل الفلاني، ظبط البورت اللي هتفتح عليه بالشكل الفلاني. انا هعمل كل الكونفيجريشنز اللي انا محتاجها، كل الديبندنسيز، كل الانستليشن اللي محتاجه اسطبها على كونتينر، وبباكج الابلكيشن ديت بشكل بحيث اديله ايمج يقدر يشغلها هو على طول من غير ما يرجع لي او من غير ما يغلط في اي configuration او يبقى فيه dependency ناقصه مش installed على السيرفر وهكذا. طيب تعالوا نشوف عمليا لو انا عندي application .NET application عايز اعمل لها build و package جوه container، ايه الخطوات اللي انا همر بيها؟ تعالوا نشوف كده. الفولدر ده عباره عن test 1، ده عباره عن application، هو new project معمول ب ASP.NET، عبارة عن Web API. اللي انا هتخيله دلوقتي ان المشين بتاعتي ديت معليهاش .NET SDK installed، ومعليهاش Visual Studio علشان اعمل بيه build للابليكيشن ديت. طيب انا هفتح كمان معاكو article هنا على دوكر، على documentation بتاع دوكر، بتشرح ازاي تبيلد اس بي نت كور ابلكيشن بدوكر. اول حاجه بيقول لنا عليها كرييت دوكر فايل. انا بحب في اس كود، فانا هستعمل في اس كود عشان افتح الفولدر ده، مش هستخدمه في البيلد ولا في اي حاجه، وتخيل ان انا مش انستولد عندي اس بي دوت نت. هبتدي اكرييت نيو فايل واسميه دوكر فايل. بمجرد ما زي ما انتم شايفين كده دوكر فايل، الاسم ده عند في اس كود بيروح حاطط له الايكون بتاعت الدوكر على طول. النيم ده اسم، الاسم ده اسم ستاندرد لازم يتكتب بالشكل ده. بعد كده هرجع للارتكل دي، والارتكل دي بتقول لي حط ده سامبل من الكود اللي احنا محتاجين نحطه جوه دوكر فايل. طيب تعالوا نشوف الستبس اللي موجوده اللي مكتوبه هنا ديت بتعمل ايه. اول سطر ده عباره عن كومنت، هو كل اللي بيقوله ان ده دوكر فايل فيرجن 1 كومباتبل، يعني السنتكس بتاعه كومباتبل مع فيرجن 1. اوكي، بعد كده اول خطوه هنا، دوكر فايل ده معمول علشان لما اقول للدوكر بيلد هو بيفتح الفايل ده ويرن الخط الستبس اللي فيه بشكل سيكوينشال. زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، الايمج الدوكر ايمج عباره عن مجموعه من اللايرز، كل لاير بتتعمل في ستيب. فلو افترضنا هنا ان اول لاير احنا بنتكلم عنها هي from mcr.microsoft.com slash .NET slash SDK version 5.0، هنا كل ده الوصف بتاع image معينة انا بقول للدوكر نزلها. من الايمج دي هنعمل حاجة تانية، فانا بقول له download لي الايمج دي as build env، ده build environment، يعني ده مجرد سميلي الايمج دي بعد ما داونلودتها هنسميها build environment، وده مجرد انا بدي اسم للايمج او للكونتينر اللي انا بعملهم دلوقتي. وبعد كده بقول له الورك دايركتوري هو سلاش اب، يعني جوه الكونتينر ده خلي الكرنت دايركتوري سلاش اب. تمام تمام الخطوه اللي بعد كده كوبي السي اس بروجكت فايل، اي فايل باكستنشن سي اس بروجكت، اعمل له كوبي على دوت، ده اللي هو الكرنت فولدر اللي هو الفولدر اللي احنا كنا واقفين فيه اللي اسمه سلاش اب. تمام، طب ليه انا بنقل
السي اس بروجكت فايل بس، ليه مش بنقل كل الفايلات بتاعت البروجكت بتاعي؟ علشان اول خطوة هو عايز يعملها هي run دوت نت ريستور. السي اس بروجكت فايل هو الفايل ده كل اللي فيه هو الديبندنسيز بتاعتي، بمعنى ايه؟ الباكجز اللي انا عايز انا داونلودها، النوجت باكجز اللي انا اللي عايز البروجكت ده يداونلودها علشان يعرف يبيلد. فبالتالي هنا بيقول له تارجت فريم ورك دوت نت 5، هنا بيقول له الثلاثه باكجز دول عايزين يداونلودهم من نوجت. الفايل ده مش بيتغير كتير على مدى اللايف تايم بتاع الابلكيشن بتاعتي، بمعنى مهما انا هكتب كود جوه الابلكيشن احتمال قليل ان انا هحتاج اغير الفايل بتاع سي اس بروجكت. وبالتالي اللاير اللي انا بكريته هنا ده لاير ستيبل، دايما هيفضل ثابت الا في حاله ان انا بضيف باكجز جديده على البروجكت. وبالتالي ده هيسهل لي بعد. طب ليه ما نقلتش البروجكت كله؟ كان ممكن انقل البروجكت كله، الفايلات اللي بتاعت البروجكت كلها مره واحده، واقول له برده بعدها دوت نت ريستور ودوت نت بيلد، لكن ده كان هيخلي اللاير اللي انا بكريتها كبيره شويه، فيها الباكجز وفيها الكود، وبالتالي كل ما اغير الكود اللاير كلها هتتغير. طيب بعد كده بيرن كوماند اسمه دوت نت ريستور. زي ما انتم شايفين ده مجموعه من الكوماندز معروفه لدوكر، فروم ده كوماند، ورك داير ده كوماند، كوبي ده كوماند، ران ده كوماند، وهتلاقي معظم المرات هي دي الاربعه كوماندز الاساسيه اللي احنا دايما هنشتغل بيها. ورن دي هتلاقيها عباره عن ران كوماند لاين عادي جدا دوت نت ريستور زي ما انا برنه على الماشين بتاعتي. هنا احنا بنرنه جوه الكونتينر اللي احنا داونلودناه من هنا وسميناه بيلد انفايرمنت، تمام؟ يبقى الفولدر اللي اسمه ابدا جوه الكونتينر، والباكجز اللي بنرستورها دي هتترستور على جوه الكونتينر برضه. طيب تاني خطوه بعد كده هنعملها هي ايه؟ كوبي كل الفايلات التانيه. هنا طبعا الاكزامبل اللي انا جايبه بيشاور على فولدر معين كده انجن اكزامبلز، انا مش محتاج ده، انا محتاج اخلي الباث بتاعي هو الفولدر الحالي. يعني بعد ما اعمل الكوبي دي نعمل ايه؟ run كوماند تاني اسمه دوت نت publish، ده الكوماند اللي بيبيلد ويببلش الويب سايت بتاعي. هنا بقول له publish لي بconfiguration release على اساس ان ده يعني الاوتبوت اللي هيطلع ممكن اخده واحطه على برودكشن. وبقول له هنا ان الاوتبوت بتاعي عباره عن فولدر اسمه اوت، يعني الاوتبوت بتاعي انا طبعا واقف جوه فولدر جواه الفايلات بتاعت البروجكت بتاعتي، الكود بتاع البروجكت بتاعي، الاوتبوت اللي هيطلع من البابلش هيحطه جوه فولدر اوت. وفي الاخر اوت ده هو اللي في الحقيقه عايزين نعمل له ديبلويمنت على سيرفر. طيب بعد ما رنينا الكوماند بتاع البابلش ده هنعمل ايه؟ الخطوه اللي بعدها هي build الران تايم ايمج. الران تايم ايمج ايه الفرق بينها وبين الاس دي كي ايمج؟ هنا دي الايمج اللي فوق دي كانت الاس دي كي، الاس دي كي دي فيها كل ما يحتاجه الدوت نت علشان يعمل بيلد وببلش وكل التولز اليوتيليتيز اللي انا ممكن اكون محتاجها از ديفلوبر، لكن مش كل ده انا محتاجه اعمل له ديبلويمنت على البرودكشن سيرفر بتاعي. وبالتالي علشان اقلل حجم الديبلويمنت اللي بعملها دي هستعمل ايمج تانية برضو هداولودها من مايكروسوفت دوت نت سلاش اي اس بي نت. اي اس بي نت دي هي الايمج اللي عاملاها مايكروسوفت اللي بتريكومندها مايكروسوفت كونفيجرد علشان تهوست اي اس بي نت ابلكيشن على برودكشن سيرفر، ما عليهاش التولز بتاعت الديفلوبمنت، ما عليهاش الدوت نت كومبايلر وما الى ذلك. وانا علشان انا عامل البروجكت بتاعي جديد على 5.0 انا هغير الفيرجن دي تبقى 5.0. وهنا بقول له جوه الكونتينر الجديد ده، احنا هنا عملنا كونتينر جديد، بقول له جوه الكونتينر ده اعمل لي خلي لي الورك دايركتوري هو برضو سلاش اب، واعمل لي كوبي فروم البيلد انفايرمنت اللي هي الايمج اللي فوق دي جواها فولدر اسمه سلاش اب سلاش اوت، اعمل لي كوبي من الاوت فولدر ده للكرنت فولدر اللي احنا واقفين عليه في الكونتينر الجديد. وبالتالي انا كده خلصت من كل الفايلات اللي كانت في البروجكت، كل الكود، كل الكونفيجريشن ديت اللي كانت بره، وكل اللي هاخده منه هو الاوتبوت فولدر اللي طلع من الببلش كوماند دوت، هحطه في ايمج جديده فاضيه مخصصه ان هي تديبلوي.
وهنا اخر كوماند خالص بقول له الانتري بوينت بتاع الكونتينر ده ان انت رني لي دوت نت وادي له اسم الدي ال ال بتاع الابلكيشن بتاعي. انا برضو هغير اسم الدي ال ال ده، هخليها باسم البروجكت بتاعي اللي هو تيست 1. هعمل سيف للفايل ده. خدوا بالكم ان كل الكوماندز دي بترن، بعد كل كوماند هيكرييت لاير، الاوتبوت بتاع الكوماند هيتحط في لاير ويتضاف على الايمج. وفي الاخر خالص اخر كوماند اللي اسمه انتري بوينت ده، ده مش بيترن في الحقيقه، ده بيبقى مجرد كونفيجريشن بتقول للدوكر لما تيجي ترن الايمج ديت، لما تيجي تستارت كونتينر، اول ما تستارت الكونتينر ده رن لي الابلكيشن اللي اسمها دوت نت على الدي ال ال اللي اسمه تيست 1 دوت دي ال ال. كل الكوماندز دي بترن في الوقت ما هقول له بيلد الايمج، ما عدا الكوماند الاخير مش هيرن غير لما اقول له ستارت الكونتينر. طيب تعال نشوف الخطوه اللي بعد دي ايه. لو انا رجعت للارتكل ده هلاقي الخطوه اللي بعدها هي ان انا ارن الكوماند اللي اسمه بيلد. هاخد الكوماند ده، تعالوا نفتح كوماند لاين هنا ونبدأ نبيست جواه دوكر بيلد. بقول له بيلد الايمج اللي موجوده في الفولدر ده وسميها لي تي دي، يعني تاج الايمج ديت، اديها تاج اسمه اي اس بي نت اب، سمي الايمج اللي هتطلع اي اس بي نت اب. ودوت دي بتقول له الايمج دي اللي احنا عايزين نبلده ده هنبلده في انهي فولدر، في الكرنت فولدر. لو تلاحظوا ان باي ديفولت لما بقول له دوت كده دوكر هيدور على فايل اسمه دوكر فايل جوه الكرنت فولدر. فلو قلت له انتر، اللي هيحصل ان هو شايف هنا في مجموعة من الستبس. لو جينا نبص عليها ستيب 1 اوف 10، هما 10 ستبس، كل ستيب منهم عبارة عن لاين من اللاينز اللي كانوا في الفايل بتاعنا. فهنا اول ستيب عبارة عن داونلود الايمج اللي اسمها كذا as build environment. الستيب دي ما خدتش وقت في حالتنا ديت علشان انا كنت عملتها قبل كده. ففي الطبيعي اول ستيب دي ممكن تاخد وقت شويه بداونلود الايمج دي، ممكن تكون عباره عن 100 او 150 ميجا. وبعد كده الستيب الثانيه الورك داير، وزي ما انتم شايفين هنا يوزنج كاش، يعني ان هو علشان الستيبس دي رنت قبل كده برضو، ان هو لقى لاير بيماتش الاوتبوت اللي طلع من الستيب دي، وبالتالي هيستخدم اللاير دي بدل ما يعمل لاير جديد. وبالتالي كل مره هنرن لو الحاجات دي ما اتغيرتش قبل، لو ما اتغيرتش تاني يعني مش هيداونلود الايمج دي تاني، مش هيعمل اللاير دي تاني لان اللاير دي ما فيهاش اي اضافه جديده. لما بقول له كوبي السي اس بروجكت فايل، لو السي اس بروجكت فايل ما فيهوش تغيير هيستعمل اللاير اللي موجوده. لما بقول له ريستور برضو، لو الباكجز اللي انا بنزلها ما فيهاش اي تغيير هيستعمل اللاير اللي موجوده اللي فيها الباكجز. يمكن الستيب بتاعت كوبي الكود هي اللي عاده لما كل ما هبلد الايمج دي هيبقى في تغيير في الكود بتاعي، فعاده اللاير دي هتبقى اول لاير جديده. ولو مشينا معاه كده هو عمل كل الخطوات اللي في الفايل، وبعدين قال له ريموفينج انترميديت كونتينر. احنا عارفين ان في كونتينر احنا كريتناه، احنا عملنا اشتغلنا على تو كونتينرز، واحد فيهم الاس دي كي والتاني الاي اس بي نت. بتاع الاس دي كي ده عملنا جواه ريستور وببلش، وبعدين استعملنا التاني خدنا الفايلات اللي فيه حطيناها على اي اس بي نت، علشان اي اس بي نت ده هو اللي جاهز ان هو يتكسكيوت او يديبلوي او يستارت. تمام. الخطوه اللي بعد كده هي ان انا اقول للدوكر لو سمحت رن رن لي كونتينر جديد من الايمج اللي عملناها دي. لو جينا هنا عملنا بيست للكوماند ده هنلاقي عباره عن دوكر رن. هنا بقول له افتح لي بورت 8080 على اللوكال ماشين، بتشاور على بورت 80 جوه الكونتينر. باي ديفولت البروجكت بتاع الدوت نت ده بيرن على بورت 80، انا يمكن الماشين بتاعتي يكون بورت 80 ده متاخد، فانا متاح لي ان انا اغير البورت ده واحط اي رقم. وهنا بقول له سمي لي الكونتينر الجديد اللي هيطلع. احنا عندنا اسم الايمج، الايمج اسمها اي اس بي نت اب اللي احنا سميناها، والكونتينر اللي هيشتغل منها هيبقى اسمه ماي اب.
لو دوست انتر هبص الاقي عمل لي طلع لي الاي دي ده، ده يمكن اي دي للكونتينر. لو قلت له دوكر بي اس هيقول ان في كونتينر له اي دي، له الاي دي الفلاني، والايمج بتاعته جاي من الايمج اللي اسمها اي اس بي نت اب، والكونتينر ده اسمه ماي اب، والبورتس المفتوحه فيه لوكال هوست 8080 بتشاور على بورت 80، وده كرييتد 8 سكندز اجو، والكوماند بتاعه يعني الاكسكيوتابل كوماند بتاعه لما بنرن الكونتينر ده بيشغل دوت نت تيست 1. الكونتينر ده الاساس بتاعته اب يعني لسه شغال، وبالتالي لو انا جيت نكتب بورت 80 لوكال هوست بورت 8080 على ويذر فوركاست، ده اسم الكنترولر الاي بي اي بتاعي، وهنا ادينا شايفين الريزلت بتاعت الكود بتاعي. في تصليحه صغيره انا عملتها على اللوكر فايل، هي الكوبي ديت كانت المفروض تبقى دوت سلاش. طيب تعالوا نجرب نغير في الكود ونبلد تاني، نعمل فيرجن جديده. لو عايزين نعمل كده هنعمل ايه؟ هاجي على الكنترولر بتاعي مثلا وعايز اجرب اغير، هنا بيرجع لي 5 results، انا هخليه يرجع لي واحده بس. طيب لما عاوز ابلد وران مره تانية هنعمل ايه؟ هرجع للكوماند لاين هقول له هنا دوكر. اول حاجه عايز اعملها ان انا استوب الكونتينر اللي شغال، فهقول له ستوب ماي اب. كده ماي اب ستوبت. لو جيت اعمل ريفرش على اليو ار ال اللي انا فاتحه ده هلاقيه بيديني ان افيلبل. طيب تاني حاجه هعملها هقول له ريموف الكونتينر اللي اسمه ماي اب، علشان انا لما بستوبه هو كاني طفيت الفيرتشوال ماشين، بس الفيرتشوال ماشين موجوده. نفس الكلام على الكونتينر، انا لازم اعمل له ستوب ولازم اعمل له ريموف علشان ما يبقاش في حاجه عندي اسمها ماي اب خالص. كده لو كتبت دوكر بي اس هلاقي ما عنديش كونتينر اسمه ماي اب. بعد كده هكتب له دوكر بيلد تاني وهقول له برضو تاجها اس بي نت اب زي ما كانت الدوت. كده احنا بنعيد بيلدينج الابليكيشن، وزي ما انتم شايفين برضو اللايرز الاساسيه الاولانيه بتاعت لغايه ريستور معمول لها يوزنج كاش، الباقي هي اللايرز الجديده. فهو كده عمل البيلد خلاص. هبتدي اقول له ران تاني. كده عملنا ران. لو جيت اعمل ريفرش للصفحه دي هلاقي ريزلت واحده رجعت لي زي ما احنا متوقعين. لو جيت اعمل ران تاني عشان برضه نبقى واخدين بالنا، لو جيت اعمل ران تاني نفس الكوماند ده لو جيت ارانه تاني هيقول لي خد بالك ان في كونتينر اسمه ماي اب. طيب لو عايز ارن عايز ارن واحده تانيه يبقى لازم اسميه حاجه تانيه، مثلا ماي اب 2 هيقول لي ايه فيلد انه فيلد انه ياخد البورت 8080. طيب رن لي ماي اب 2 على بورت 90. بيقول لي الكونتينر اللي اسمه ماي اب 2 موجود، فخليني اقول له دوكر ريموف ماي اب 2 وبعدين نعمل الرن اي دي تاني. كده احنا عندنا اتنين كونتينرز. لو جيت قلت له دوكر بي اس عندنا اتنين كونتينرز، الاتنين رنين من نفس الايمج اللي اسمها اي اس في نت اب، بس ده واخد بورت 90 ده واخد بورت 8080. لو جيت هتفرج على الريزلت كده ده البورت 8080 لسه زي ما هو. خليني افتح ويندو تانية سوري اكتب فيها بورت 90 هلاقي 8080 و90 الاتنين شغالين. طيب لما اقول له دوكر ريموف ماي اب 2 مش هينفع ريموف من غير ما ستوب، لازم اعمل دوكر ستوب ماي اب 2. كده حصل لها ستوب. لو قلت له دوكر بي اس
الاقي ان اللي شغاله دلوقتي ماي اب بس. طب لو قلت له دوكر عايز اشوفهم كلهم، يعني هو كده عرض لي الكونتينرز اللي قايمه والكونتينرز التانية لا. لو عايز اشوف حتى اللي مش قايم هقول له داش ايه، يعني عرض لي قول قول دي هتجيب لي كل الكونتينرز، واحد فيهم اللي هو ماي اب 2 ده الستاتس بتاعته اكزيتد من 23 ثانيه، والماي اب ده هو اللي لسه اب. بكده احنا شفنا ازاي نكرييت كونتينر، ازاي نستارت ونستوب الكونتينر، ازاي نابديت الايمج، وازاي نابديت نستارت الكونتينر ده، نستوب الكونتينر القديم ونستارت الكونتينر الجديد. طيب تعالوا ندخل على الخطوه اللي بعدها. لو انا كديفلوبر خلاص عملت بيلد الابلكيشن بتاعتي، جربته على اللوكال ماشين بتاعتي، جه الوقت ان انا اعمل له ديبلوي على سيرفر، اول حاجه هي اللي احنا عايزين نعمله هو ان انا باكج ازاي باكج الابلكيشن بتاعتي. انا كده هي باكجد اوريدي دلوقتي جوه ايمج اسمها اي اس بي نت، بس الباكج دي او الايمج دي عندي على الماشين. لو انا عايز ابلودها في حته بحيث الادمن او الديف اوبس انجينير يقدر ياخدها ويسطبها على سيرفر، الخطوه اللي انا عايز اعملها الجايه هي ان انا اقول له بوش الايمج ديت. قبل ما اقول له بوش الايمج ديت، احنا شفنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها دوكر هاب. دوكر هاب ده عباره عن ريجستري، هو ده اللي انا هحاول ابلود عليه. هو عامل زي جيت هاب، جيت هاب بنابلود عليه كود، دوكر هاب بنابلود عليه دوكر ايمجز. طيب اول خطوه عشان ابلود الايمج دي هي ان انا اديها اسم. فالحقيقه لازم اقول له وانا بعمل البيلد كوماند، البيلد كوماند كنا بنكتبه دوكر بيلد، بنقول له الايمج اسمها، كنا بنقول له داش تي يعني اديها تاج اي اس بي نت اب، كنت بقول له بيلد دوكر فايل اللي في الكرنت فولدر يعني. طيب دلوقتي لازم اعمل لها تاج بطريقه مختلفه. اي اس بي نت اب ده هيبقى التاج اللي شغال على اللوكال ماشين بتاعتي، لكن بمجرد ما انا عايز اخلي التاج ده يونيفرسال لازم اديله اسم الريبوزيتوري اللي انا هرفع عليه، الريجستري والريبوزيتوري. فاللي انا هعمله ان انا هنا هديله اسم بشوي ام ال واي، ده اسم الاكونت بتاعي على دوكر هاب، عملنا بيلد وعمل التاج، وزي ما انتم شايفين هنا بيقول لي سكسسفلي تاجد بشوي ام ال واي سلاش اي اس بي نت اب نقطتين ليتست. هو حط لي ليتست دي باي ديفولت عشان انا ما اديتوش تاج معين، فيرجن معين في التاج. طيب الخطوه اللي بعد كده هي دوكر بوش، وبوش دي هديها اسم الايمج بشوي، هديها اسم الفول نيم بتاع الابلكيشن بتاعتي زي كده. هو برضو هنا بيقول لي ذا بوش ريفيرز تو ريبوزيتوري اللي اسمه دوكر اي او سلاش بشوي ام ال واي اس بي نت اب. وزي ما انتم شايفين اللايرز دي كلها كانت اوريدي اكزيست، وفي لاير او اتنين هما اللي بيعمل لهم بوشنج دلوقتي، بيابلود الخمسة ميجا بايت دول. وزي ما احنا شايفين كده كده خلصنا. لو انا رحت فتحت براوزر وفتحت فيه دوكر هاب، وانا كده هنا فاتح ريبوزيتوري اسمه بشوية ام ال واي، خليني افتحها من الاول. انا لما بلوجن على دوكر هاب هنا الاكونت اللي انا داخل بيه بشوية ام ال واي جواه الريبوزيتوريز دي، واحد من الريبوزيتوريز هي اي اس بي نت اب. لو فتحته هيطلع لي هنا التاجز اللي موجودة حاليا، التاج ده اللي هو الليتست ده اللي احنا لسه مطلعين عاملين له بوش، هنا هتلاقي بوش a few seconds ago. طيب عايز ابلود فيرجن جديدة، تعال نغير الابليكيشن بتاعتنا ونقول له رجع لي ديت الرينج بتاعها من 1 لـ 5، وخلينا نعمل البيلد دي مرة تانية، بس المرة دي هقول له اعمل لي دي فيرجن بتاعها 2.0. خلص البيلد، اعمل لي بقى بوش ل 2.0 دي. عمل البوش. لو جيت فتحت هنا وعملت ريفرش هبص الاقي في فيرجن تاج 2.0
طلع جديد. دلوقتي لو اي حد على ماشين تانية، على سيرفر سيستم ادمن، فاتح سيرفر وكتب دوكر بول الايمج اللي اسمها بالاسم ده فيرجن 2.0، هيداونلود الايمج ديت ويقدر يستارتها زيها زي اي كونتينر انا عملت له داونلود وستارت. مش هيحتاج يكونفيجر اي حاجه غير ان هو يقول له شاور بس، خلي البورت الفلاني يشاور على البورت 80 اللي جوه الكونتينر. وبكده في حلقتنا يبقى احنا عدينا على ايه فايدة استخدام دوكر عند الديفلوبر. خلاني اقدر استفيد بكونتينرز زي الـ ASP NET، زي الـ SDK بتاعت الدوت نت، من غير ما سيت اب اي حاجة على الماشين بتاعتي غير دوكر. وفي نفس الوقت خلاني اعرف اباكج ابلش الابلكيشن بتاعتي انتو ايمجز بفيرجنز مختلفة، ابلودها على دوكر هاب ريجستري بحيث اي حد تاني يقدر يداونلودها ويستخدمها ويديبلويها على سيرفر. دي نهاية حلقتنا النهاردة، ارجو انها تكون مفيدة. لو عجبتكم اعملوا لايك وشير، ولو انت لسه مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي جاية. شكرا.